ذكر لأحدهم عن الشيخ حمود تويجري رحمه الله تعالى. الشيخ عنده أولاد كثر ما شاء الله، يعني كلهم ما شاء الله على صلاح، والناس تغبطه على أولاده. فأحدهم حدثني قال سألته مباشرة، قلت شيخ سؤال خاص، قال نعم، قال أولادك ما شاء الله كلهم صالحون، فما السبب؟ ضحك الشيخ قال والله إني لا أترك الدعاء لهم، أصلي الليل وأسجد وأدعو الله لهم بالهداية، وهذا من ثمرة الدعاء. فالإنسان يدعو لأولاده، يكثر ويلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء، لعل الله تبارك وتعالى أن يهديهم